استنكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قيام قوات جيش الاحتلال بإيقاف قافلة إجلاء طبي في مدينة خان يونس بجنوب غزة. أضاف المكتب في بيان له اليوم أن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي أثناء إجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل بخان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف واحتجزت مسعفا وأجبرت الآخرين على خلع ملابسهم. ونبه البيان إلى عدم كفاية التسهيلات اللازمة لتوصيل المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يعني تعرض العاملين في المجال الإنساني إلى خطر غير مقبول.